فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. هذا الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فمثلا لو كانت كفايته كل شهر 1000 ريال وليس عنده سوى 200 ريال يسمى هذا فقيرا، لأنه يجد دون نصف الكفاية. طيب يجد 400 ريال أيضا يسمى فقيراً.